كميتها وحركتها، كميتها وحركتها قد ايه، دي بتختلف من عصر للتاني ومن فترة للتانية. بس ايا كان هتلاقي فيها عندك في مشاريع عن التكييف، خلاص ان انت مثلا تاخد مبنى وتعمل شغل مثلا الاير كونديشننج سيستمز عليه والكلام ده. في مشاريع هتلاقيها عن التربو ماشينري. هي التربو ماشينري ده كورس انتوا هتدرسوه السنه الجايه، يعتبر 2 سيمسترز. التربو ماشينري بيتكلم عامه عن الروتيتنج ماشينز عامه، اللي هي هديك اكزامبل. انتوا خدتوا ابلاي ثيرموداينامكس صح؟ معرفش الكورسات عندكم اختلفت عن ولا لا. الابلاي ثيرموداينامكس كان من ضمن الحاجات اللي خدتوها اللي هي الستيم باور بلانتس، كومباين سايكل، جاس تيرباينز. اعتقد خدتوا الحاجات دي قبل كده، حتى لو ما خدتهاش في الابلاي ثيرموداينامكس خدتها في الثيرموداينامكس. فالتربو ماشينري بتمسك التيرباينز دي نفسها، حركه الفلو جوه والانرجي اللي بتاخدها من الفلو، وبتاخدها ازاي في شكل البليتس بتاعت التيرباينز وكده. في عندك البامبس، البامبس والكمبريسورز دول اللي بيحتاجوا باور عشان تدي بريشر او ترفع البريشر بتاع الفلو اللي ماشي. ف يعني التربو ماشينري متخصصه اكتر في ان هي تدرس طبيعه الماشينز اللي تدي انرجي للفلو او تاخد انرجي من الفلو في الشكل اللي هو الروتيتنج ماشينز. تمام. ففي بروجكت ما اعتقدش انها كتير، ممكن بروجكت واحد او اتنين مع الدكاتره بتوع التربو ماشينري. تمام. في بروجكت في الرينيوبل انرجي، السولار انرجي وكده. في حاجات بتبقى ثيرمال ابلكيشنز وفي حاجات الكتريكال ابلكيشنز. انا بس بديك ملخص الدنيا ماشيه ازاي، وبعد كده في الاخر هقول لك هتبقى كلها احنا بنتكلم في الانرجي. انت ميكانيكال باور انجينيرنج، من الاخر كده اسمك انرجي انجينير. انت بتاع انجينير بتاع انرجي، بتاع طاقه. تمام. دايما بتدور ازاي تعمل كونزرفيشن للانرجي والكلام ده. تمام. فالمهم اوكي، في ناس محتاجه تدخل. فرينيوبل انرجي برضو اللي هي لو هنتكلم كسولار انرجي اللي هي الطاقه الشمسيه. الطاقه الشمسيه لما بتيجي على سطح الارض فانا ممكن اتعامل معاها ان هي ثيرمال انرجي، وممكن اتعامل معاها ان هي فوتونيك انرجي. ايه الفرق ما بينهم؟ ثيرمال انرجي ان الشمس هتيجي على حاجه كده، الحاجه دي تسخن، وانا محتاج الثيرمال انرجي دي في ابلكيشنز كتيره قوي حسب التمبريتشر، حسب ما الثيرمال انرجي دي انا احتاجها. ممكن احتاجها كدوميستيك هوت ووتر، يعني ايه؟ يعني ميه بتاعه تسخين البيت. ودي اعتقد شفتوا الابلكيشن ده قبل كده، ان السخانات الشمسيه اللي هي بتبقى مواسير يمشي فيها ميه، الشمس تيجي عليها تسخن الميه دي. لو انا بتكلم بريت سريع او في حاجات مش في دماغكم بس قولوا لي. اوكي طيب اوكي. لا يعني معلش انا ممكن يعني عشان على طول ممكن بدرس اللي هم في سنه رابعه والجراد ليفل، فايه ممكن يبقى في حاجه انا بتكلم فيها سريعا لان انا بس بدي قشور الحاجات، مش بدخل في تفاصيل، كان بدي هيدلاينز بس. فلو في حاجه او لفظ انا قلته انت ما فهمتوش او كده بس قول لي. اوكي. فدلوقتي دي فكره الايه، السولار كولكتورز. اللي هي ايه السولار كولكتورز؟ ان انا باخد السولار انرجي اللي هي الطاقه الشمسيه، بيهمني ان انا بفكر فيها كايه، كطاقه اللي هي ثيرمال انرجي. اسخن حاجه، ممكن اسخن ميه للاستخدام اللي هو الدوميستيك اللي هو استخدام البيوت اللي هو درجه حراره 50 60. فانت كده وفرت الانرجي اللي انت بتحتاجها، خدت رينيوبل انرجي، انرجي ببلاش، كرانينج كوست ببلاش. في سولار كولكتورز. تمام. وانت هتاخد الترم الثاني في سنه رابعه كورس اسمه رينيوبل انرجي. في سولار كولكتورز اللي هي بنسميها كونسنتريتنج سولار كولكتورز، اللي هي ايه، ان بتعمل كونسنتريشن، تركز اشعه الشمس على اريا اصغر، فبالتالي بتزود درجه الحراره. هديكوا اكزامبل كده عشان تفهموا الحته دي. فاكرين واحنا صغيرين، ما اعرفش انتوا لحقتوا الطفوله المشرده دي ولا لا، لما كنت تجيب عدسه ماشي وتقوم جايب اشعه الشمس وتلعب بالعدسه كده تحرق لك ورقه. حد فاكر؟ حد كان بيعمل الحاجه المؤذيه دي؟ يا دكتور. يا دكتور كنت يعني كلكم مؤذيين زي
طيب ماشي تمام. فدلوقتي العدسة دي فكرتها ايه؟ ان هي كانت بتعمل concentration، بتركز اشعة الشمس في اريا اصغر. يعني مثلا تخيل انت دلوقتي السولار راديوشن اللي جاي، هندي رقم كده افريج كأنه 700 وات بير متر سكوير، يعني في متر مربع جاي 700 وات. الرقم ده ماشي، انت بتحسه ازاي؟ ده وانا في الشمس الدنيا بتبقى حر وبعرق وكده، اوكي ده كفيلنج ليك. اوكي تخيل بقى ال 700 دول، نفس ال 700 بدل ما خليتهم في متر مربع خليتهم عشر الايه الرقم ده، يبقى انا في الاريا الصغيره دي انا جاي انتنستي 7000، كانه انتنستي 7000 كانها 7000 وات بير متر سكوير، صح ولا لا؟ فهو ده اللي انا زودت الكونسنتريشن بتاع الايه بتاع الشمس، فبالتالي هتوصل لايه؟ ان انا نفس الانرجي بس جبتها في اريا اصغر، فممكن اوصل بدرجات حراره اعلى، فيبقى ليها ابلكيشن ثانيه بقى، مش يا دوب قد الابلكيشن بتاع ميه السخنه اللي انا بحتاجها في البيت، لا ممكن احتاجها في حاجات محتاجه درجات حراره اعلى، وده نقطه ثانيه احنا بنتكلم فيها. بس مثلا زي ان انا محتاجها مثلا عشان اولد كهرباء، اي فكره الهيت انجن عامه اللي انت حتى كنت بتدرسها في سنه اولى وثانيه في الثيرمو. الهيت انجن ده فكرته ايه؟ ان عندي ثيرمال انرجي وبحولها لباور. الاكزامبلز اللي عليها كتير كتير جدا. الاكزامبلز اللي عليها زي ايه مثلا؟ الستيم باور بلانت، انا بحط ثيرمال انرجي في البويلر عشان يطلع لي كهرباء من التوربينه، او طلع لي ميكانيكال انرجي بخش بدخلها على جنريتور تطلع لي كهرباء، بدخل فيول في الجاس تيرباين ماشي اللي هو الجيت انجن اللي هو محرك الطياره، ادخل فيول عشان يطلع لي وورك في التوربينه ويحرك لي الايه الطياره، فيول البنزين اللي انا بحرقه اللي كل كام اسبوع بيزيد ربع جنيه اقوم بحرقه في العربيه عشان يحرك لي العربيه ويدور الدينامو ويشغل التكييف وكده. فدي فكرة الهيت انجن، ليه ابليكيشنز كتيرة قوي تمام. بس هي الفكرة ان كل هيت انجن محتاج درجة حرارة كام، فهل الطاقة الشمسية هتعرف تحقق الكلام ده ولا لا؟ دي قصة بقى نبقى نشوف. هي تنفع بس ليها اشكال كتير تمام. يعني حدكو عشان دايما عاوزك تفرق ما بين نقطتين، الهيت والتمبريتشر. بمعنى ايه؟ الهيت دي ده الانرجي، الاماونت اوف انرجي اللي انا محتاجها، بس انا محتاجها عند درجه حراره كام، هي دي اللي تفرق تمام. انا دلوقتي مثلا الجاس تيرباين دي عشان اقول ان الجاس تيرباين دي تقوم لازم اللي داخل على التربينه يبقى درجه حرارته حوالي 1100 كلفن ولا 1300 كلفن اوقات اكتر، صح؟ الستيم باور بلانت الستيم اللي داخل على التربينه لا ممكن يبقى مثلا ايه 700 كلفن هيقوم تربينة وزي الفل، 600 كلفن ماشي يمشي الحال خلاص. فكل انجن وليه محتاج تمبريتشر كام. وفي ابلكيشنز تانية برضو محتاجة ثيرمال انرجي اللي هي ديسالينيشن، مش عارف بقى دي سمعتوا عنها قبل كده ولا لا، اللي هي تحلية المية. حد سمع عنها قبل كده؟ دكتور سمعت عنها. طيب بصوا باختصار كده، تحلية المية دي فاكرين زمان كان في حاجة كده في العلوم واحنا صغيرين، معرفش سنة كام، كانت سنة رابعة ولا ايه، فكان يقول لك لما تجيب لوح ازاز وتعمله شكل الهرم كده، يعني لوح ازاز تميله يمين وشمال وتجيب عليه شمس، فالشمس دي هتبخر المية، فالبخار اللي يطلع ده هيتكثف على الازاز ويبقى مية حلوة، يعني تحط مية مالحة وازاي تحول المية المالحة لمية حلوة. حد سمع عن الحكاية دي قبل كده؟ أو كانت عندكم قبل كده؟ دكتور سمعنا أنا. حلوة أوي. فإيه دي الفكرة بتاعتها؟ أنا دلوقتي مية البحر دي لو أنا عملت لها evaporation اللي هو عملت لها boiling حلو، الملح هل الملح بيتبخر؟ بيترسب مفروض بقى. حلو. لا ما بيتبخرش. ما بيتبخرش. فبالتالي هيحصل اللي يتبخر ده إيه؟ عبارة عن مية اللي هي ال H2O بس كده، هو اللي اتبخر ده مية بيور، فطلعت فيبر. لو الفيبر ده خدته وكثفته يبقى انا كده ايه طلع لي مية فريش ووتر.
ميه ما فيهاش اي بارتكلز من اي سولتس خالص، ما فيش اي ملح فيها خالص، تمام؟ فدي ثيرمال ديسالينيشن، وليها اشكال كتير. الثيرمال ديسالينيشن يعني ليه اسمها ثيرمال ديسالينيشن؟ ما انا عشان اعمل الايفابوريشن ده انا محتاج ثيرمال انرجي، صح ولا لا؟ فبالتالي الثيرمال انرجي دي يعني انا هاخد حراره عشان تطلع لي فريش ووتر، تمام؟ فهي دي الثيرمال ديسالينيشن، وليها كذا شكل. من ضمن الاشكال ده مشروع يعني ده كنا عاملينه ايام ما كنت انا معيد، حتى كانت 2012 ابتديناه. ففضلت انا في المشروع ده لغايه حوالي 2015، وبعد كده انا سافرت اخد الدكتوراه في امريكا، رجعت 2019. فايه يعني ابتديت برضو، دخلت مع دكتور عبد الله حنفي، هو ده يعتبر الدكتور الكبير في المشروع، فهو معتمد علينا انا ودكتور احمد يحيى، والسنه دي كان معانا دكتور محمد راشد كمان في المشروع. المهم المشروع ده عباره عن ايه؟ المشروع ده عبارة عن desalination system، نوع من أنواع السيستم اسمه multi-effect desalination. فكرته إيه بالتفصيل دي خليها بعدين، بس هو فكرته إنه هو thermal desalination، ده بيبقى محتاج heat عشان السيستم ده يقوم. يعني بحب لما نيجي نتكلم على موضوع in general ومن غير دخول التفاصيل، فأنا ببقى محتاج أبقى عارف إيه الانبوت اللي أنا محتاجه عشان يطلع لي output في الآخر، فأنا محتاج أعمل إيه عشان أحقق الانبوت ده. فالإنبوت إن أنا محتاج بخار أو هيت، الهيت ده بشكل إيه؟ بشكل ستيم عند بريشر معين وتمبريشر معين، تمام؟ طيب الستيم ده برضه عشان تتخيل هو محتاج ستيم بقى عالي قوي ولا لا، ممكن من 2 لغاية 5 بار كويس قوي. يعني أنت بتتكلم أنت محتاج ستيم درجة حرارته من 120 ل 150 سلسيوس، تمام؟ طيب فإحنا قلنا هنعمل سولار مالتي افكت ديسالينيشن سيستم. يعني ايه يعني مالتي افكت ديسالينيشن سيستم؟ ايا كان الكومبوننتس اللي فيه ايه والتفاصيل اللي فيه ايه، المهم الانبوت بتاعه ده عباره عن ثيرمال انرجي. فالثيرمال انرجي دي احنا عاوزين نجيبها من سولار كوليكتور. طيب انا دلوقتي لو عايز سولار كوليكتور يطلع لي درجه حراره هنقول 150 مثلا، 150 سلسيوس. الفلات بليت كوليكتورز، ايه هو الفلات بليت كوليكتورز؟ ده اللي انت بتشوفه بعيني على سطح البيوت، على مثلا في مزارع، في الكلام ده كله، اللي بيبقى حاجه شكله فلات كده، ميه ماشيه في مواسير، الشمس بتيجي عليها وتسخن. ده ماكسيمم تمبريتشر يقدر يوصل لها بتبقى في حدود من 90 لغايه 110 لو ايفاكويتد كمان، اوكي؟ فدلوقتي ما دام احنا بنتكلم في تمبريتشرز اعلى من كده، فبنشتغل باللي هو concentrating solar collectors. ايه concentrating solar collectors؟ ان انا solar radiation دي من الاخر كده انا هجمعها في شكل ايه؟ هو سنة انت مش كنت واخدين اعداد في زايد اكيد؟ اه يا دكتور، هو كان هناك كان في مشروع اللي هو طاقة الشمسية اللي كان في زي هو مبنى المدرجات مبنى المدرجات اللي هناك ده، كان في على اليمين وعلى الشمال هما مشروعين مختلفين، بس هما الاثنين نفس الكونسبت اللي هو البارابوليك تراف كوليكتور. حاجه زي طبق الدش كده يا دكتور، صح؟ لا بص، طبق الدش ده بيركز على نقطه واحده، يعني كده ابتدينا ايه نفهم بعض شويه. بص طبق عارفين طبق الدش اللي بيبقى فوق السطوح ده، ماشي؟ الطبق ده تخيل ان هو هيقعد يجمع لك، هو ده اللي بيعمله طبق الدش، ان هو بيجمع السيجنال اللي بتيجي على نقطه كده فين فوق شويه، صح؟ ده شكل طبق الدش. لا احنا بقى شكله مش طبق الدش، هو شكله شكل البارابولا وبالطول. كان موجود هناك في الشيخ زايد، حد ما شافوش؟ عشان بس نعرف نتكلم مع بعض. لا اعتقد كلنا شفناه يعني كلكم شفتوا. طيب حلو، هناك كان شكل البارابولا ده، تفكرين في اعدادي شكل البارابولا لما كنت بتدرسوا البارابولا ما بتبقاش عارفين انتوا هتدرسوا ليه والكلام ده كله، وانا كنت زيكم برضو ما بقاش عارف الكلام ده هنعمل بيه ايه يعني، تمام؟ ف في اعدادي كانوا قالوا حاجه كده، قال لك ادي شكل البارابولا.
كان في معلومة قالوها، لو في ايرو ماشي، لو في ايرو جاي موازي للفوكال لاين ضرب في البارابولا هيحصل له ريفليكشن فين؟ في الفوكس. فاكرين الكلمة دي ولا لا؟ شوية الكلام كتير. مش فاكرين الكلام ده. بصوا البارابولا بيبقى شكلها ايه؟ عارفين مش شبه، مش نص دايرة، هي حاجة شكل مختلف شوية يعني. يا دكتور انا عملت شير سكرين ليها. اوكي حلو. شكل البارابولا ده السولار بيم لما تيجي، لو انا جايبها ان السولار بيم تبقى موازية لخط الايه؟ الفوكال لاين. ايه هو الفوكال لاين؟ لو احنا نتكلم اكتشوالي هنا في الصورة اللي موجودة دي، انت شايفين دي مرايات، مرايات دي عشان تعكس السولار راديشن. حلو. طيب هتعكسها على ايه؟ في خط كده شفاف ماشي موازي للايه؟ للبارابولا ده. الخط ده كانه السنتر بتاعه، هي دي الفوكس، الفوكس بوينت بتاعتنا، الفوكس بتاعت الايه؟ البارابولا. فهنتخيل ان هو الماسوره دي متثبته ازاي؟ الماسوره اللي هي ماشيه، انتم شايفينها ولا اصلها شفافه يعني الصوره دي مش منوره؟ لا تمام واضحه. الماسوره دي متثبته ازاي؟ في سبورتس طالع من، ايوه دي الماسوره، امشي عليها معلش، دي سبورتس اللي انت ماشي عليها، دي سبورتس صح كده؟ هو حضرتك يا دكتور ممكن تعمل من فوق انوتيشن وتعمله انت بالقلم يعني الافضل عند حضرتك. طيب انوتيت وهتلاقي حاجه اسمها سبوت لايت يا دكتور جنب الايريزر. اوكي طيب بص دلوقتي الخط اللي هو ده كده ماشي، الخط ده يعتبر هو ده الايه؟ الماسوره بتاعتنا اللي هنمشي فيها زيت ماشي عشان الزيت ده يسخن. طيب الماسوره دي تعتبر ماشيه فين؟ ادي شكل الايه؟ البارابولا. وانت شايفين اللي انا بعمله ولا لا؟ لا يا دكتور. لا يا دكتور مفيش حاجه واضحه. طيب سوي، بص ده البارابولا تمام كده واضح معاك شويه. طيب الخط اللي هو ده اللي هي الماسوره دي نفسها ماشي، اللي هي مكمله معانا لغايه الاخر دي كده، اللي هي الماسوره اللي هيمشي فيها الزيت. اوكي تمام. البارابولا ده انا دلوقتي لو جه عندي سولار بيم جاي كده، السولار بيم ده لو جه موازي للخط اللي هو ده، الخط اللي انا عامل مقشر عليه ده اللي هو كانوا بيسموه كده اللي هو الفوكال لاين، فلو جه خط السولار بيم موازي ده لما يحصل ريفليكشن هيحصل هنا على الفوكس بوينت. فاكرين بقى الكلام ده ولا لا؟ اللي هو تقريبا البعد البؤري يا دكتور. اللي ايه؟ البعد البؤري اللي هو البؤره بتاعت العدسه نفسها واللينس. اعتقد يعني ان كل الاشعه اللي بتبقى نازله في البارابوليك المفروض ان هي بتبقى كونسنتريتد فيها يعني بالظبط على النقطه دي. فانت عندك مثلا عدسه مجمعه، ادي السولار بيم هيجي من هنا برضو، هيجي من هنا، هيجي من هنا، هيجي من هنا، هيجي من هنا. فده كده عشان كده اسمه ايه؟ concentrating solar collectors. هيجمع كل solar radiation اللي تيجي على المرايات دي هتجمعها على خط واحد. فبالتالي انت متخيل اللي جاي على الاريا، انت شايفين العرض ده تمام؟ مش هفهم الكلام ده كله. العرض ده حوالي 5 متر و7 من 10، والماسوره دي نفسها قطر بتاعها 7 سم. فانت متخيل 5.7 متر مجمعها على 0.07 متر. فتخيل الكونسنتريشن هيبقى قد ايه؟ عالي جدا صح ولا لا؟
تمام يا دكتور. هيقدر يوصل بالتمبريتشرز ان هي تبقى تمبريتشرز عاليه. تمام؟ ده كده باختصار بدون دخول في تفاصيل ازاي بتحصل وليه ومش عارف ايه دي بعدين. تمام؟ طيب فالفكره كلها ان احنا هنبتدي نقول خلاص يبقى احنا هنتكلم ادي السولار كوليكتور ماشي؟ ده اللي هيطلع لي السولار انرجي وعندي فيه محطه التحليه. طيب انا دلوقتي انا عاوز الميه اشربها الصبح الظهر بالليل، ده اسمه ديماند، ده المطلوب، انا محتاج الميه دي عند وقت معين. طيب السولار راديشن دي بتطلع بمزاجي؟ لا ليها مواعيد معينه يعني دي بتاعت ربنا صح ولا لا؟ يعني السولار راديشن ليها دلوقتي بتطلع من ساعه الشروق لساعه الغروب وبانتنستي بتختلف من يوم للتاني ومن ساعه للتانيه. يعني مثلا هنقول السولار راديشن النهارده احنا هو في ابريل مثلا، بكره ماشي مش هتبقى نفس السولار انتنستي. دلوقتي الساعه 4:30 مش زي 3:30 كانت الانتنستي عامله ازاي. فالسولار راديشن البروفايل بتاعها بيختلف من وقت للتاني صح، والديماند ممكن ما يبقاش ماشي زي السولار انرجي بالظبط. فيبقى انا دلوقتي لما يبقى عندي السبلاي اللي هي السولار انرجي البروفايل بتاعها ماشي، البروفايل بتاعها اللي هي امتى تبقى عاليه قليله ايا كان شكل البروفايل مع التايم مش ماشي مع نفس البروفايل بتاع الديماند. فدايما بنعمل ايه لما يبقى السبلاي غير الديماند في البروفايل، مش بتكلم على كميه الانرجي، لا انا هعمل كوليكتور يديني كميه الانرجي اللي انا محتاجها بس هو هيديها لي في وقت غير الوقت اللي انا محتاجه. فهمت ازاي؟ هنركب بطاريه يعني يا دكتور؟ بص البطاريات دي لما تيجي تفكر ان انت عاوز تخزن ايه؟ الكتريكال انرجي. تمام صح كده؟ ايوه لما تخزن الكتريكال انرجي دي بستخدم بطاريات زي اللي هو البي في سيستمز وكده. انما حتى اخزن ثيرمال انرجي هخزنها في ستورج تانك. تمام تانك كده اقوم حاطط فيه الزيت اللي انا بسخنه في المواسير ده يدخل جوه التانك ويسخن. تمام تمام فهي دي فكره الايه المحطه بتاعه التحليه اللي هناك. الفكره بصوا هو المشروع مشروع مش صغير، مشروع كويس وبيبقى فيه كتير كنت حتى اتكلمت مع الباشمهندس برضو زميلكم محمد مندوب الدفعه، فكنت قلت له يعني انا كان بيقدم لي كتير وكان في بيقدموا لنا من اول الصيف. فدلوقتي مثلا المفروض ان احنا كنا في الاول هناخد 3 جروبس مع الضغط وكده ماشي وناس كتير قدمت، فقلنا خلاص هنخليها 5 جروبس ماشي، خليناهم اسف 4 جروبس وخلينا عدد الجروب يبقى كبير شويه كمان، ودخلنا دكتور معانا كمان اللي هو دكتور محمد راشد عشان نقدر نأبزورب الكلام ده كله. المشروع فيه حاجات هتتعلمها كويس، هتتعلم في اول حاجه خالص مثلا قلت لك المشروع عباره عن مالتي افكت ديسالينيشن سيستم مع بارابوليك تراف كوليكتور، فانا اول تاسك بطلبها ان انت تعمل ليتريتشر ريفيو، ان انت تشوف يعني تقعد تدور ايه انواع التكنولوجيز واشمعنى دول اللي استخدمناهم. يعني مثلا اشمعنى المالتي افكت ديسالينيشن عن مالتي ستيج عن حاجات انواع كتير. اوكي طيب كسولار انرجي اشمعنى بارابوليك تراف كوليكتور الفلات ما ينفعش ليه الدش ليه لا، اشكال كتير برضه. بتعمل انرجي بتعمل ثيرمال موديلنج وانرجي بالانس على المالتي افكت ديسالينيشن سيستم كله، تيجي بعد كده تدرس البارابوليك تراف كوليكتور واللوسز اللي فيه وتشوف السايز اللي انت محتاجه قد ايه. بعد كده الستورج تانك اللي انا قلت عليه بتعمل ماتشنج ما بين التو سيستمز. في بقى الكومبوننتس بقى بتعملها الميكانيكال والثيرمال ديزاين بتاعها اللي هي شغل اللي هو الهيت اكسشينجرز اللي انتوا خدتوه في سنه ثالثه. بس في حاجات احنا الميتنج قرب يخلص طيب، ففي حاجات يعتبر ممكن تبقى ادفانسد شويه على اللي انتوا درستوه وهكذا. يعني بصوا انا بالنسبه لي كنت برضو بقول لمحمد النقطه دي وكنت بقولها حتى لزمايلكم اللي معايا في سنه رابعه السنه دي، انا احتمال ما اعرفش هدخل في المشروع ده تاني ولا لا لسبب، هو غالبا ممكن المشروع يستلي بقى قائم. انا الفكره كلها اللي بفكر فيه ان عايز يبقى في حاجه جديده شويه. بمعنى ايه؟ انه
البروجكت ده هو بيتعمل من حتى قبل ما انا اسافر، يعني ايام ما انا كنت حتى معيد او مدرس مساعد، فكنت مع ان ما فيش معيدين او مدرسين مساعدين بيدخلوا في مشاريع التخرج، بس انا كنت بدخل للطلبه برضه، لان انا كنت شغال في الموضوع ده براكتيكال كمان، يعني مرحله الديزاين كلها انا كنت فيها، فعارف تفاصيل الديزاين بتاعته ايه. ماشي. فبس الفكره انا شايف ان هو في جديد، انا كان مشروع بكرره، المشروع بتاع طلبه 2022 هو بتاع 21، هو يعني بيبقى في اكسترا تاسك وخلاص تتعمل وخلاص تفرق دول عن دول. فلو المشروع ده مثلا عاوزين هيكملوا فيه او كده، فرايي انه يبقى فيه حاجه جديده شويه، يعني ممكن نعمل ايه اللي هو الناس وصلت لايه وخلصت ايه، ادي مثلا المشروع اعمل حاجه ادفانسد عليه تزود نقطه. ده اللي انا رايي فيه. تمام، ده رايي فيه. بالنسبه للحاجات الثانيه اللي انا بفكر فيها، بفكر ادخل في مشروع، انا كنت بفكر في مشروع تبع الجرين بيلدينج والسستينابيليتي وكده، في كذا مشروع عن التكييف والكلام ده في عندنا في القسم، بس انا الفكره اللي بفكر فيها، بس دي لسه محتاجه اتكلم مع ناس في قسم عماره ومدني وكهرباء، ان اعمل تيم يبقى في جروب من عندنا في قسم ميكانيكا، وجروب من عماره، جروب من كهرباء، جروب من مدني، ويعملوا ان يبقى في مبنى بتاع عماره بيعملوا الديزاين بتاعه، وبتاع مدني بيعملوا الكونستراكشن، وبتاع ميكانيكا بيعمل شغل بقى التكييف والفاير فايتنج والكلام ده. دي فكره حلوه قوي يا دكتور. ده مشروع في دماغي. بس محتاج ان انا عاوز ارسلها من بدري، وفي اشكال كتير للمشاريع كتير. يعني بصوا يا شباب دلوقتي، عايز اقول لكم انه مش لازم تقيد نفسك فكره واحده، صدقني هم كلهم احنا بنتكلم في موضوع الانرجي. انا دايما بيهمني، هتلاقوني مثلا معاكم يعني هتزاوم مني في سنه رابعه، لان انتوا هتشوفوني في كورسز كتيره لحد ما انا ما بدرسش غير سنه رابعه، فهتلاقوني معاكم في الريفريجريشن واير كونديشننج، لو في كورس الديسالينيشن اللي كنا فتحناه الكتيف هتلاقوني في جزء فيه، هتلاقوني في الباور بلانتس، هتلاقوني في ادفانسد اير كونديشننج، فيعني ومشروع تخرج، فسنه رابعه يعني ايه شبه واخدها مقاوله شويه. ففي افكار كتير، في افكار مثلا اللي هو اير كونديشننج سيستم بس بيقوم بسولار انرجي، يعني في انواع من التكييف او ريفريجريشن سايكل عامه، وبتبقى ثيرمال درايفن ريفريجريشن سيستم. بمعنى ايه؟ تخيل ان انت دلوقتي الريفريجريشن سايكل انت درستها بتحتاج باور عشان تسحب لك حراره من مكان بارد لمكان دافي، دي الفكره الجنرال بتاعتها. في بقى ثيرمال refrigeration cycles بيبقى الانبوت بتاعها حراره، فانت تخيل ان انت خدت حراره عشان تعمل كولينج، ففي سايكلز بالمنظر ده اللي هي الابزوربشن ريفريجريشن سايكل لو حد سمع عنها، وفي حاجه اسمها ايجكتور ريفريجريشن سايكل وكذا. ففي افكار كتير وفي مشاريع تخرج كتير، اما يعني انا معاكم اوبن لو حد عنده اسئله اكتر او كده، يعني انا ممكن هنقعد نتكلم هيبقى كتير قوي، انا ما عنديش مشكله. تمام، بس انا مش عايز اشتت دماغكم. انا قلت لكم شويه كلام كتير دلوقتي واتكلمت معاكم كتير، ممكن يبقى مثلا عندكم اسئله او حاجات تبقى في دماغكم، او حتى حد يبقى عنده فكره مشروع عاوز يعمله ونتكلم مع بعض. ممكن حتى بعد العيد لو عايزين تعملوا محاضره تبقى فيزيكال نتقابل فيها في الكامبس، يبقى كويس برضو، بيبقى افضل كمان من موضوع الاونلاين ميتينجز وكده، فانا ما عنديش مشكله في الحكايه دي. دكتور معلش دكتور، بعد الثيرمال ريفريجريشن سايكل موجوده دلوقتي ولا لسه ما اتطبقتش؟ لا موجوده، بس موجوده معظمها على سكيل كبير، اللي هي الابزوربشن دي موجوده. تمام، يعني في منها مشروع تخرج ولا في منها مشروع تخرج يعني؟ بحيث ان انت يعني تجمع ما بين الرينيوبل انرجي وما بين الريفريجريشن. بص انا عندي في طلبه اللي هو زميلكم في كريدت، ففي ناس كانت بتتكلم معايا على بروجكت برضو السنه الجايه، فاحنا ممكن نعمل ان يبقى في كذا تيم، وكل تيم ماشي في نقطه ويكملوا بعض، دي ممكن نعملها. طب يا دكتور معلش في سؤال بس عندي. هو السولار كوليكتور اللي حضرتك كنت بتتكلم عليه،
مدى انتشار الموضوع في مصر ايه؟ او بمعنى اصح في الوطن العربي؟ بص دلوقتي لو احنا هنتكلم على الكوليكتور اللي هو البارابوليك تراف كوليكتور اللي انت شفته ده، فالديزاين ده اوريدي موجود. لو هنتكلم في مصر معمول فين الحاجات دي، ما بتتعملش اللي هي دوميستيك او حاجه ان واحد يبقى عنده مزرعه ويقوم عامل الكلام ده، لا ده بيبقى كونستراكشن مش قليل، وناس متخصصه بتبقى شغاله فيه. بس في محطه كهرباء اسمها محطه الكريمات، ماشي، في بورت منها شغال سولار انرجي، وفي بارابوليك تراف كوليكتور زي اللي انت شايفه ده، وفيلد كبير قوي. يعني هو الموضوع كمجال شغل في مصر الموضوع منتشر؟ بص اللي منتشر في مصر هنتكلم اكتر اللي هي كسولر انرجي، عندك البي في تمام، والسولر ثيرمال كوليكتورز اللي هي الفلات بليت كوليكتور. بس انا هقول لك على حاجه دلوقتي، سواء البي في او الفلات بليت كوليكتورز وحتى البارابوليك تراف كوليكتور، انت بتيجي في وقت تبقى خلاص. يعني احنا هنا في مصر اللي انا شايفه للاسف كده، في جزء كبير قوي منها يعتبر كانهم اولاد، خاصه البي في سيستمز، هي فيها حاجات تكنيكال بس مش بالدرجه الرهيبه، فاهمني؟ يعني انت المفروض انت تبقى فاهم اساسيات السولار انرجي كويس، فاهم السيستم اللي انت بتتعامل معاه وبتشتغل بيه. بس انا هقول لك يعني ان انت في السوق مش كل يوم هتشوف حاجه اسمها بارابوليك تراف كوليكتور، يعني دي بتبقى في المشاريع اللي هي مش قليله، مشاريع كبيره شويه. تمام. فكره انتشار الرينيوبل انرجي والديسالينيشن اصلا في مصر والوطن العربي زيها زي فكره الاتش باك والتكييف المركزي ولا لا؟ هي في ناس اوريدي الرينيوبل عامه، السولار انرجي بقى في شركات كتيره في مصر شغاله فيها، بس زي ما قلت لك معظمها شغال اللي هو البي في سيستم. بس هو في توجه عام على موضوع السولار الرينيوبل انرجي عامه، تمام؟ يعني في توجه على موضوع الرينيوبل انرجي ان هو ان يبقى الافكت بتاعها هي اكتر، وان هي تبقى هي المجال الاكتر اللي شغال يعني. اوكي طب الديسالينيشن اتفضل. انا المفروض مثلا عايز استعد مثلا المشروع ده اخد كورسات زي ايه في الاجازه كده؟ طيب بص هقول لك على حاجه، هو عامه ان جنرال في المشاريع ممكن نقول، وبرضه هتكلم عن نقطه موضوع الكورسات دي، بس ان جنرال كده ممكن تلاقي في حاجات اللي هي البرامج اللي زي الماتلاب والايز والكلام ده، عشان كبروجرامنج حاجات ان هي ايكويشن سولفرز يعني، فدي عامه ان جنرال هتفيدك. تمام. في مشاريع تانية مثلا زي مثلا الحاجات بتاع التكييف وكده، فان انت تعرف ازاي تستخدم الهاب فده كويس. في مشاريع ممكن تبقى ادفانسد شويه، ان انت لو حد هيشتغل بقى سي اف دي او كده اللي هو كومبيوتيشنال فلويد داينامكس هيستخدم انسس او كده. فبس مينلي احنا بنتكلم الماتلاب والايز عامه، محتاج لو في بقى مشاريع هيحتاج ان انت تعمل ميكانيكال دراونجز او كده، فانت ممكن تلاقي نفسك محتاج السوليد ووركس. لو هتشتغل اتش فاك وكده فهيبقى اوتوكاد اكتر. اوكي طب يا دكتور معلش، بس هو الميتنج هتفصل في اقل من دقيقه، فانا هبعت دلوقتي اللينك لمحمد وهو يوصله لحضرتك. اوكي ماشي.